السلام عليكم. اليوم سأقدم لكم الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة في اللغة الفرنسية. Les lettres minuscules, الأحرف الصغيرة, et les lettres majuscules, الأحرف الكبيرة. سوف أقدم لكم 10 أنواع من الخطوط. الخط الأول خط أريال. ما هو بالأحمر؟ هي الخطوط الكبيرة ماجيسكول ماجيسكول A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. هذا الخط يستحب للمبتدئين خصوصا الصغار أحداث السن لأنه سهل في الكتابة. كذلك الخط الثاني A, B, C, D, E, F إلى غير ذلك. الخط الثالث أيضا جميل. سهل. الخط الرابع. أنا تعمدت أن أبدأ من الأسهل إلى الأصعب من حيث الكتابة بالنسبة لإنسان مبتدئ. الخط الخامس. إذن هناك بعض الحروف التي من الصعب التعرف عليها إذا لم يسبق للإنسان أن رآها مثل أ إف اي جي فهذه كي تي. يصعب في الحقيقة لو لم يسبق الإنسان أن رآها يصعب أن يتعرف عليها. فرنش سكريبت خط جميل. خط السابع Polish Script MT خط رائع جمالية. خط الثامن أيضا خط جميل لكن ليس من السهل على الجميع أن يتقنه، لكن من الواجب على الإنسان أن يتعرف عليه حتى إذا رأى حرفا يستطيع أن يعرفه. الخط التاسع ثم الخط الأخير والعاشر، وهذا صعب في الحقيقة. من الصعب أن يتعرف الإنسان أن هذا الحرف A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y, Z. إذن هذا كل ما لدي اليوم. أتمنى لكم التوفيق وإلى حصة قادمة.